مساءكم خير. النهاردة يوم مهم جدا لأنه يخص فئة تهمنا كلنا جدا، يوم الطبيب المصري. وبالمناسبة اليوم العالمي للطبيب كل دولة بتحدده بناء على حدث مهم عندها، لكن العالم كله أجمع أن الطب هو المهنة اللي البشرية كلها بتحترمها، هو المهنة اللي كل واحد فينا على الأقل في مرحلة ما من حياته حلم بيها وحلم أنه يبقى زي الدكتور الكبير اللي هو بيشوفه ده. وبطبيعة الحال كلنا تعاملنا معاها وأكيد كلنا احتجنا لها، هي المهنة المقدسة بلا منازع اللي الله كأنه كده اصطفاها وسمح لها أو أنه وسمح أنه من خلالها يكون شفاء ورحمة، ورحمته للبشر تكون من خلال هذه المهنة. سمح أنه تفاصيل علمها وأنه تفاصيل قدرة الله تتجلى في معجزات بتحصل كل يوم على إيد أصحاب هذه المهنة. مش هنبقى بنبالغ لو قلنا أنه في أحيان كتير بتمنى أنه مهنتين، الطب والتدريس، أتمنى أنه يبقوا أصحاب أعلى أجور، وأي حد فينا سوي يقول كده، أتمنى أنه أكتر مهنتين يكونوا بيلقوا إكرام مادي ومعنوي هما الطب والتدريس. مش بس لأنه الإكرام المعنوي مش كافي، لا، لكن لأنه هي دي النماذج اللي احنا عايزين نفضل نتمنى نبقى نشبهها، وهم دول الناس اللي احنا مهم جدا ان نقدم لهم قدر كبير من الاحترام. دايما لما نقول كده نقول نتمنى ان الدكتور ياخد اعلى اجر بس مش منجيب المريض، ودي منظومة التأمين الصحي اللي بتحصل في العالم كله وبتطبق حاليا في مصر، ونقول انه نتمنى المدرس ياخد اعلى اجر بس مش منجيب الطالب، ودي اصلاح منظومة التعليم. على كل حال واحنا بنتكلم النهاردة عن يوم الطبيب فهي فرصة اننا نقول كمان ونعلن عن احترامنا للعلم. احنا بنحترم الناس المتعلمة كويس، وبنحترم الإخلاص المرتبط بالشغلانة دي، بنحترم الأخلاق، المهنة دي مرتبطة جدا بالأخلاق. في يوم الطبيب المصري مهم كمان نرجع نفتكر ليه 18 مارس تحديدا، والقصة جميلة جدا. 18 مارس 1827 ده تاريخ افتتاح أول مدرسة للطب في مصر، يعني عمر التعليم الطبي في مصر 195 سنة. اتفتحت في أبو زعبل وبعدين انتقلت بعدها إلى مدرسة القصر العيني سنة 1837. الحاجة الجميلة جدا أنه قبل بقى ما محمد علي باشا أبو الإصلاح في مصر، يعني أنه أسند مهنة إنشاء مدرسة الطب للطبيب الفرنسي كان اسمه أنتوان كلود بي اللي احنا عارفينه ده، وكلفه بإنشاء المستشفى العسكري الكبير ومدرسة الطب في أبو زعبل سنة 1826. قبل التاريخ ده كان الطب في مصر عبارة عن الطب الشعبي، الحجامة، كان الموظفين الصحيين هم اللي بيقدموا الخدمات الطبية، عشان كده اليوم ده فارق ومهم جدا. ومن بعدها توالت بقى النجاحات وانضمت مدرسة الطب إلى جامعة القاهرة، وانتقل المستشفى لقصر العيني اللي نعرف مكانه بقى في سنة 1837. بعد التاريخ ده ب 18 سنة اتخرج بقى من مدرسة الطب 1500 طبيب، وانضمت مدرسة الطب إلى الجامعة المصرية في 1925، وبدأ القصر العيني الجديد لما البرلمان المصري وافق على إنشاء مستشفى فؤاد الأول اللي هي مستشفى المانيال الجامعي حاليا. كل سنة وكل الأطباء بألف خير ويوم مميز. والنهاردة كمان فقرتنا الرئيسية تكون عن يوم الطبيب، ولن نتشكك، وكانت يمكن اختبار كورونا كان هو الاختبار الأقرب والأكثر قدرة أنهم هم الناس اللي بتختار طوعا أنها تقدم نفسها في مراحل كتير جدا في حياتها، وتختار أنها تكرس وقت وعلم عشان ناس تانية مش لازم عشان نفسه. لكن قبل بقى ما نروح للفقرة الرئيسية، في حدث كده كل يوم بيزيد في الشارع، وأول ما تزيد الزحمة قبل رمضان بكام يوم فتعرف إنه على طول الناس قررت تنزل كلها تشتري احتياجات رمضان. السؤال اللي ملوش إجابة، يعني هو السؤال ده احنا ما عندناش إجابة عليه، ليه بننزل نجيب خزين كبير؟ هو الحاجات هتروح فين طول شهر رمضان؟ ما نعرفش. لكن إذا كانت هذه واحدة من الطقوس، واحدة من العادات، السنة دي أعتقد مع غلا حقيقي
كبير ومع ضغط اقتصادي على كل الناس باختلاف مستوياتهم المادية والاجتماعية، مهم جدا أنه الثقافة دي ما تبقاش هزار بقى، يعني يبقى عندنا فكرة تانية ويبقى عندنا ثقافة الترشيد الحقيقي. أنا فاكرة جدا أن احنا اتكلمنا قبل كده عن فكرة أنه كلما زادت ثقافتك وبقيت شخص مثقف كلما بقيت ترشد الاستهلاك في كل حاجة عموما، في المية، في المناديل، في الورق، في كل حاجة. دي جزء من ثقافة الشخصية للناس وبالتالي كمان في الأكل. لكن على كل حال الحضور الواضح لمقاومة الغلاء، احنا دايما نقول هو الدولة فين من الغلاء الرهيب في الأسعار؟ الدولة حاضرة بقوة، والدولة لازم تبقى حاضرة، يعني تقول انه احنا فاهمين ومدركين التحدي الاقتصادي الكبير ومدركين كمان ان الناس عندها احتياجات أساسية لازم تلبى. ومن هنا كانت أهمية معارض أهلا رمضان اللي موجودة في مختلف محافظات مصر، واللي تعالوا نعرف شوية تفاصيل لحد فين المعارض دي مهمة، لحد فين الأسعار فرقة، لحد فين قادرين نوصل للناس في كل محافظات مصر ونساعدهم. معنا على التليفون أستاذ عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك، ومساء الخير على مشاهدينك الكرام والشعب المصري بخير وأمان واستقرار إن شاء الله. كل سنة وحضرتك بألف خير، وده موسم شغل جامد لوزارة التموين أنا عارفة، وعليكم مسؤولية كبيرة. فكلمنا اولا عن معارض اهلا رمضان موجوده في محافظات ايه استاذ عبد المنعم؟ هو معارض اهلا رمضان كل سنه بيبدا المعرض الرئيسي وبعدين تنطلق المعارض في جميع المحافظات، ولكن دوله رئيس مجلس الوزراء السنه دي طبقا لحزم حضرتك الشرطي بالظروف التي تمر بها العالم والبلاد، تم البدء في معارض اهلا رمضان من منذ 48 ساعه في جميع انحاء الجمهوريه. متواجد فيها معارض اهلا رمضان دلوقتي، في المعارض انطلقت بتخفيضات من 25 إلى 30%، وتم على ما برضه زي ما حضرتك اشرت في الظروف اللي ده تم ضخ كميات كبيره جدا من السلع الغذائيه والاستراتيجيه في المعارض، لان بنشتغل على محورين علشان الاسعار تبقى في متناول الجميع والتخفيضات. وبرضه زي ما حضرتك اشرت ممنوع تزاحم، المعارض مفتوحه طول شهر رمضان، ودي توجيهات جديده من معالي الوزير ان المعارض والشوادر. فتم فتح جميع المعارض في جميع المحافظات، ويمكن في اقبال شديد جدا من المواطنين على هذه المعارض بالتخفيضات الموجوده والسلع المعروضه بجوده عاليه. تم الدفع ب 160 شادر في المناطق الاكثر سكانا والاكثر احتياجا، تم الدفع 300 سياره اسواق متنقله تحمل ما بين 1.5 طن و 5 طن من المواد الغذائيه والسلع التراثيه بالتخفيضات اللي احنا قلنا عليها من 20 لـ25 بعض السلع 30%. تم النهارده الشركه القابضه للصناعات الغذائيه تم الدفع ب 1300 مجمع استهلاك على مستوى الجمهوريه، فيها السلع معروضه بكميات كبيره وعاليه جدا بتخفيضات عاليه من 20 لـ25 لـ30%. يمكن برضه مشترك معنا القطاع الخاص، برضه اللي ننكر القطاع الخاص شريك مع القطاع العام في التخفيضات، واشترك معنا السلاسل التجاريه ب 1250 فرع، والمحلات العامه الخاصه برضه اشترك معنا 1800 فرع. يعني استاذ عبد المنعم اللي حضرتك بتقوله ده خصومات كبيره، يعني اللي توصل ل 30% واحنا بنقول انه في غلاء حصل، يعني ده بيعوض فرق السعر اللي زاد، ولا احنا بنحاول نقاوم اصلا الزياده وانها ما تحصلش؟ لا والله احنا الحمد لله رب العالمين في تكاتل وفي جهود من الدوله، وفي يعني تنفيذات توجيهات القياده السياسيه ودوله رئيس مجلس الوزراء بالدفع بكميات كبيره وزياده المنافس على مستوى الجمهوريه وضخ كميات اللي برضه نزول الاسعار الى قبل هذه الظروف. يمكن النهارده بنتكلم في الاسعار القديمه خالص قبل هذه الظروف، وتخفيضات عاليه جدا. يمكن في مكرونه تلاقيها من 4 جنيه 3.5 و4 جنيه، تلاقي السكر من 10 لـ10.5 جنيه، ودي اسعار قبل وقبل ذلك بكثير. هتلاقي حضرتك الدقيق بدا من 8 من 9 لـ10 جنيه، وفي 8.5. الرز برضه من 8 جنيه لـ10 جنيه و11 جنيه في الاسواق النهارده الحمد لله. بدات الاسعار تنزل للرجوع نتيجه ضخ كميات كبيره من السلع الغذائيه وزياده عدد المنافس. وبنتكلم برضه مع حضرتك 500 فرع جمعيتي موجودين في القرى والنجوع. المعارض برضه السنه دي منتشر، ما عادش في فرق ما بين القاهره ولا اسوان ولا الصعيد ولا دمياط ولا البحيره، كل المعارض موجوده في انحاء الجمهوريه بنفس الاسعار، لان تم الاتفاق على السلع الاستراتيجيه الخاصه بشهر رمضان من الزيت والسكر والدقيق والمكرونه والصلصه واللحوم والدواجن والاسماك، ان تكون بنفس المواصفات
نفس الاوزان في كل جميع انحاء الجمهوريه وبنفس الاوزان. بشكرك شكرا جزيلا. طب بشكرك شكرا جزيلا، ودي حاجه تطمن وحاجه تضمن جدا انه مش بس السلاسل اللي تابعه لوزاره التموين ولا الشوادر الموجوده في مختلف المحافظات ولا السلاسل بتاعه القطاع الخاص الداعمه للمشروع، لكن اي حد بقى يعني اذا كان في منافسه بتقول انه السعر يقل يبقى احنا كلنا نتنافس انه السعر يقل. فنتمنى ان شاء الله شهر كريم، ونتمنى انه عادات الخير تزيد وعادات الفوضى احيانا، العشوائيه احيانا، الاسراف الشديد كمان نقدر نتخلص منها، مش بس يبقى فرض فكره التحدي الاقتصادي لكن هي ثقافه فكر فيها وتعلمها. وفكر السنة اللي فاتت رمينا أكل قد إيه في آخر شهر رمضان كنا اشتريناه ونسيناه، يعني الفكرة كلها محتاجة تتراجع. وبصراحة كده يعني ومن غير تحيز، الأجيال الجديدة شاطرة وقادرة تدبر أمورها وقادرة تتخلص شوية شوية من عادات ومسلمات أحيانا بتخنقنا مش بتساعدنا أننا نستمتع بالشهر الكريم. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم التاسع. وزي ما العالم كل يوم فيه جديد، احنا كمان كل يوم عندنا جديد، وجديدنا احيانا يكون من الحاضر واحيانا يكون من الورث بتاعنا، ميراثنا العظيم المتجدد اللي طول الوقت نقول عنه كنزنا الاول. احنا طبعا عندنا كنوز كتير في الشخصيه المصريه، لكن كنزنا الاول هو الميراث العظيم اللي احنا بنجتهد اننا نبقى شبهه ونحافظ عليه. بكرة خبر جميل والإعلان عن تفاصيل لكشف أثري جديد أعلنت عنه البعثة الأثرية المصرية العاملة بسقارة. وزارة السياحة والآثار اتكلمت عن الكشف الأثري اللي عبارة عن 5 مقابر منقوشة من عصري الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول. تفاصيل الكشوفات اللي بتحصل في سقارة والبعثة المصرية الخالصة اللي بتطلع لنا الجواهر دي كل شوية تستاهل جدا أننا نقف عندها وأننا نروح ونزور ونكتشف ونعرف إيه اللي بيحصل في بلدنا وإيه تفاصيل هذه الكشوف المتكررة اللي على مدار السنتين اللي فاتوا كنوز حقيقية. دكتور حسين عبد البصير المؤرخ الأثري معانا على التليفون. مساء الخير على حضرتك. أهلا مساء النور يا فندم، إزاي حضرتك؟ دكتور حسين، سقارة مش مكان بعيد أو مكان ما كانش معروف لينا قبل كده، يعني قد ما تقدر حضرتك اشرح لنا بطريقة نفهمها هو إزاي ده كشف جديد رغم أن منطقة سقارة معروفة أنها من أهم المناطق الأثرية في مصر من عشرات السنين. هي طبعا منطقة سقارة منطقة أثرية مهمة جدا، وبعدين مترامية الأطراف وهي مكونة من قطاعات عديدة ولم تكتشف بعد، يعني فيها أماكن أثرية لم يتم فيها الحفر بشكل كبير وبشكل دقيق عن قبل. طبعا احنا الحفائر فيها بدأت من سنين، يعني منذ أكثر من حضرتك تقول 200 سنة أو أكثر، لكن هو الموقع في حد ذاته ثري وفيه عندنا جبانات عديدة من فترات زمنية متنوعة ما تزال يعني تنتظر يعني أيدي الباحثين وعلماء الآثار والمكتشفين للبوح بأسرارها والكشف عن كنوزها المتميزة، زي ال5 مقابر الجداد دول اللي طالعين في غرب يعني سقارة، في بالنسبة لنا في الغرب بتاع الهرم بتاع الملك ميرن رع، ده من أسرة الأسرة السادسة من سقارة من عصر الدولة القديمة. فدي 5 مقابر بس من هذه الجبانة التي تخص هذا الملك، وطبعا هي مقابر منقوشة وملونة وفيها دفنات وفيها لقى أثرية عديدة، وهي بتلقي الضوء على فترة الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول. وده بيأكد طبعا سقارة دي بالنسبة لنا في الشمال هي زي الأقصر في الجنوب، هي الجبانة الأساسية، هي جبانة مدينة منف. منف هي كانت العاصمة بتاعة الدولة القديمة وعاصمة مصر عبر العصور، فبالنسبة لنا زي طيبة اللي هي الأقصر في الجنوب هي سقارة في الشمال بالظبط. طب يا دكتور، بعضنا مش قادر برضو يتخيل ايه فكر ايه الإعجاز في اننا نقول النقوش الملونة ما زالت بحالتها، قد ايه ده اعجاز وقد ايه المفروض عوامل الزمن كان ايه اللي يحصل في هذه النقوش وهذه الالوان؟ هو طبعا المصريين القدماء كان عندهم يعني حضرتك تقدر تقولي ذمه ودقه في الشغل، وكان عندهم فن وابداع كبير جدا في رسم المناظر، وكان في عدد كبير جدا من الفنانين ورؤساء الفنانين بيشتغلوا
في هذه المناظر. حضرتك تبصي مثلا في بعض المقابر غير المكتمله تلاقي النقوش مرسومه والفنان الاصلي شغال، وبعد كده بيجي الاستاذ بتاعه يعلم عليه ويقول له لا اعمل كذا، وجه كذا، غير الاتجاه بتاع العلامه هنا، غير شكل الراجل ده او الست دي. فهي كانت مدرسه كبيره جدا. الالوان في حد ذاتها كانوا بيجيبوها من الخامات الطبيعيه اللي موجوده في الطبيعه، وكانوا بيعملوها معامله خاصه بحيث ان هي تفضل ثابته كده ومبهره على يعني مدار السنين. زي ما حضرتك بتروح مثلا مقبره نفرتاري في وادي الملكات في الاقصر، مقبره توت عنخ امون، كل المقابر سواء بتاعه الافراد او الملوك، فبنشوف المعابد نفسها، فبنشوف قد ايه هم كانوا مبدعين وقد ايه كانوا عباقره في رسم وتلوين هذه المناظر وهذه النقوش بابداعات يعني نقدر نقول مهما يعني مر الزمن ما تزال تحتفظ بجمالها والوانها البراقه اللي بتبهرنا وبتؤكد على عبقريه المصريين القدماء وعظمه هذه الحضاره وانجازهم واخلاصهم الشديد في عملهم اللي هو ما يزال يبهر العالم الى الان. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين عبد البصير المؤرخ الاثري، كشف سقاره وقبله كشوف عديده في منطقه سقاره، ودايما هتلاقي انه في متن اي خبر بتقراه عن الموضوع ده البعثه المصريه. البعثة المصرية على مدار الثلاث أو أربع سنين اللي فاتوا حققت نجاحات وكشوف عالمية، بقى عندنا من الخبرات المصرية اللي طبعا مع كل الاحترام للبعثات الأجنبية اللي ما زالت بتشتغل في مصر وبتشتغل على تطوير مواقع أثرية وعلى كشوف أثرية، لكن البعثة المصرية عملت شغل مشرف وحقيقي يليق بالتاريخ اللي هم بيعلنوا عنه كل فترة. بنترقب المؤتمر الصحفي بكرة إن شاء الله لوزارة السياحة والأثار. قبل ما نروح لفصل لازم يعني ناخد زاوية كده الناس كتير بتتكلم عنها النهاردة وهي مهمة جدا في كل الأحوال. دايما احنا عندنا الاحساس كده بالصعبانيات على اي حد مشهور، نقول المشهور ده بيكسب كتير والمشهور ده بص الناس بتقلده وخلاص، واحيانا كده نقول انه ده بيقول كلام فاضي ما بيش بيعمل حاجه يعني ذات قيمه. طول الوقت يا عيني انه معظم الناس او النماذج اللي بتروج لنا على ان الشهره سلبيه، وبصراحه احنا مش ظالمين لانه في بعض النماذج اللي مشهوره جدا الترند طول الوقت ما بيبقاش ليه قيمة، ودي حاجة معروفة. الترند ما هوش حاجة قيمة قوي لكنها تتشهر في فترة، لكن البراند حاجة قيمة. ودايما يقولوا لنا اتعلموا يا جماعة تفرقوا احنا كمتلقين الفرق بين الترند وبين البراند. الترند حاجة تتشهر شوية وتروح، تضحك عليها، تتريق عليها، تحبها، تكرهها، هي ترند. لكن البراند هو علامة تجارية صاحبها يفضل عنده بصمة طول الوقت ويفضل يقدم نجاحات مستمرة منتظمة طول الوقت. مين بقى البراند بتاعنا؟ محمد صلاح. ومحمد صلاح لأنه براند أو علامة تجارية فهو يلعب كورة تفرح بيه وتتعلم منه، يتكلم عن نفسه في حوار تلفزيوني فتلاقي أنه ملهم جدا جدا، يحط صورة كده بس على السوشيال ميديا وهو قاعد مع عيلته مع مراته مع أولاده، تحترم قوي مبادئ الأسرة. حط صورة لكتاب يبقى الكتاب ده الأكثر مبيعا لأنه علامة تجارية ولأنه فاهم بيعمل إيه. بحترم اختيارات هذا الرجل، عشان كده احنا عايزين نوريكم اللقطة الجميلة لكتاب جديد، لأنه الكتاب اللي فات اللي كان برضو أعلى مبيعا بسبب بس أنه تصور محمد صلاح وهو بيقراه، ده اسمه التأثير الإيجابي للمشاهير، ما بيحصلش أبدا مع الناس بتوع الترند، يحصل مع الناس المهمة. رامي عباس وكيل محمد صلاح طبعا نشر صورة جديدة جميلة وملهمة، وفي كتاب بقى جديد قادم انه يبقى هو الكتاب الاكثر قراءة قريب في الوطن العربي يمكن في العالم كله، وباين قوي في الصورة انه في كتاب كده على الترابيزة، والكتاب ده ظهر انه كتاب اسمه صباح استثنائي كل يوم. الكتاب ده ما هوش جديد ولا حاجة، الكاتب بتاعه ديمون ذا هاردس، وهو ليه نسخة عربية موجودة في المكتبات العربية زي ما حضراتكم شايفين كده الترجمة بتاعتها. نعمل إعلان للكتاب طبعا، صلاح عمل إعلان للكتاب والكتاب هيبقى من قائمة الأكثر قراءة والأكثر مبيعا. الملهم برضو في الفكرة مش فكرة قد إيه صلاح بيستخدم
التأثير بتاعه في حاجات إيجابية، هو طول الوقت بيقدم لك رسائل إيجابية مباشرة وغير مباشرة، لكن الجميل إنه هو ممكن يوضح لك كمان الخط اللي الراجل ده ماشي فيه. هو دايما بيحط كتب كده أو بيقرأ كتب بتاعة التنمية، الكتب الخاصة بالتنمية الذاتية، إنه شخص يغير من نفسه بنفسه، ما يقعدش يستنى ناس تانيين يغيروه. فالكتاب بيحكي عن كده، بيتكلم عن إيه الروتين الصباحي قد إيه فارق في حياة الناس، وقد ايه الناس الانجح طول الوقت عندهم طقوس صباحيه كده غالبا اكثر انتاجيه من الناس اللي بتصحى متاخر. والكتاب بيقدم نصايح بقى ازاي يبقى يومي مظبوط لو كان صباحي مظبوط، وازاي قائمه الترتيب الاولويات والمهام اليوميه، وحاجات جميله مش هنحكي عنها، لكن نتمنى ان الناس تقراها وتسمعها وتتعلم من النماذج الحقيقيه. ونتمنى كمان ان الناس اللي عايزه تبقى ترند يفكروا كده ويغيروا رايهم ويبصوا على محمد صلاح ويعرفوا يبقوا براند. بعد الفاصل نكمل كلام، نكمل كلامنا اللي بداناه النهارده في الحلقه عن المهنه المقدسه والاشخاص اللي لازم يفرضوا عليك احترامهم، سواء لجأت اليهم كطالب بتتعلم او مريض بتتعالج او بتتعرف عليهم في الحياه العامه، ليهم خط. الاطباء كمان براند عظيم، والاطباء المصريين ليهم في قلوبنا مكانه غاليه. بعد الفاصل هتكلم في حوار دقيق جدا عن الاطباء في مصر في اليوم العالمي للطبيب المصري، لا عفوا مش اليوم العالمي، يوم الطبيب المصري. بعد الفاصل في يوم الطبيب المصري. الحقيقه انه الكلام عن الاطباء في مصر مش بيكفي ابدا ان احنا نفتكرهم يوم، لكن كان في ناقوس كبير جدا، وكان في علامه يقظه لينا كلنا في دور فئه من اهم الفئات في مجتمعنا في مصر هم الاطباء وقت ازمه كورونا. رجعنا نفهم مين اللي بيحط نفسه في الصفوف الاولى وقت الخطر، واعتقد انه بيزيد قوي اكرامنا وتقديرنا للطبيب يوم ما بنلجا له واحنا محتاجين خدمه صحيه ونلاقيها على كل المستويات وفي كل الأماكن. وهفضل أدافع عن الفكرة دي لآخر نفس، بتقدم بقد ما الدكتور بيقدر وزيادة شوي، حتى في أقل المستشفيات إمكانيات وأقل المستشفيات يمكن رفاهية مادية، لكن بنشوف بطولات حقيقية بتحصل كل يوم. في يوم الطبيب المصري كان أقل تقدير أننا النهاردة نقول إحنا عايزين نفهم وعايزين نشكر وعايزين نقدر الأطباء في مصر ودورهم في المنظومة الطبية. احنا متشرفين انه معانا اطباء اساتذة احباء وناس غاليين علينا جدا. دكتورة عبلة الالفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الجمعية المصرية لاعضاء الكلية الملكية لطب الاطفال، منورانا يا دكتور. اهلا حبيبتي. منورانا. دكتور هاني ارمية، دكتور استاذ مساعد في جراحات السمنة المفرطة والمناظير بكلية طب القصر العيني. دكتور هاني واحد من العلامات المصرية في أخلاقيات المهنة كمان. بشكرك يا دكتور. نورنا، بشكركم جدا انه حضراتكم موجودين معانا. دكتورة عبلة، اتشرفنا بيكي قبل كده كتير في التاسعة، وكل مرة حضرتك بتيجي بشغف وبقصة وبرؤية وبرسالة للبلد بشكل عام، مش بس لمهنة الطب. فعشان كده عايزة أبدأ وأسأل حضرتك عن رؤيتك في قد إيه الطب ممكن يغير واقع المجتمع في مصر، عشان عارفة أنه دي حاجة حضرتك مشغولة بيها أصلا. حقيقي أولا بشكرك على الاستضافة جدا، وبهني كل أطباء مصر في يوم الطبيب المصري. الحقيقة الطب يعني الصحة، يعني هي أهم حاجة عند الإنسان. فإحنا لو بنفكر في ازاي نحسن وضع الطبيب في مصر، فاحنا بنفكر ازاي نحسن وضع الانسان المصري. والحقيقه الطب ما هوش ابدا علاج وبس. الطب وقايه، والطب علاج، والطب رفاهيه، وبالتالي رفاهه الانسان في الطب. رفاهيه؟ طبعا. ازاي يصنف رفاهيه؟ لا رفاهية. وقايه دي نفهمها علاج اكيد. لا انت لو صحتك كويسه هتقدري تعيشي حياه بشكل اكتر احسن. كواليتي اوف لايف. كواليتي اوف لايف بالظبط. رفاهه الحياه. رفاهه الحياه او جوده الحياه. الطفل مثلا لو اخذ رعايه من يوم ما اتولد بشكل صح، هيكون انسان منتج، هيكون
حد زي ما الانجليز بيقولوا عليه تاكس باير، يعني هيأدي بالزبط. للدولة دورها عليه، يأدي دوره في المجتمع. أيوة في المجتمع. وبالتالي هنقدر نعمل مجتمع منتج في حالة نفسية مستقرة، الناس علاقاتهم ببعض جميلة. الإنسان المريض أو اللي مش واخد حقه في الرعاية الصحية والنفسية بيكون إنسان ما عندوش القدرة على العطاء، ما بيقدرش يدي ولا يقدر يبقى إنسان منتج بحق، ولا زوج ناجح ولا زوجة ناجحة ولا أطفال مبسوطين في المدارس. يعني الطب بس مش الملجأ وقت الأزمة، لكن حضرتك شايفاه خط منقذ أصلا للدولة. خليني أقولك يا دينا، الدول اللي بتبص للطب إن هو علاج هي دي أكثر دول فشلت في إنها تقدم مهنة الطب بشكلها المظبوط. ويمكن أنا كنت لسه بتكلم مع دكتور قبل ما ندخل عندك إن رئيس المجلس الصحي الإنجليزي قال لي في سنة 2015 لما أطلقنا مبادرة حلمنا، مصر بتفكرني بالطب في إنجلترا في سنة 1948 لما كان الطب مستشفيات بس، مش وقاية، مش صحة إنسان سليم. فهمة قصدك، فهمة. وده ينفع نحط النهاردة في أجندة الأحلام للطب في مصر، مش كده؟ طبعا. أنا هاخد بقى من كلام دكتور عاملة يا دكتور هاني، إنه قالت رفاهية بعض الناس كانت بتصنف لفترة قريبة جدا إنه جراحات السمنة دي بتاعت المرفهين، ناس معاها فلوس وراح تعمل جراحة عشان تخس. وبالمناسبة أنا أقول على الهواء، مرة رحت لدكتور هاني قلت له عايزة أخس يا دكتور، ينفع؟ قال لي لا مستحيل. فأولا خليني أقول لحضرتك أو أسأل حضرتك، هل جراحات السمنة في مصر اللي برضو حضراتكم بتقدموها على أنها تغيير جودة الحياة دي جراحة رفاهية، حاجة مش مهمة؟ ومن خلال اللي حضرتك بتشوفه احنا في خطر؟ معدلات السمنة في مصر عاملة ازاي؟ يمكن فعلا احنا خدنا من كلام دكتورة عبلة جراحات السمنة المفرطة، ويمكن ده شيء مبشر جدا للكشف عن السمنة والأمراض غير السارية. كنا فرحانين قوي لما قلنا كشف عن السمنه، لان السمنه لفتره قريبه كانت في وعي من الدوله انه ده خطر حقيقي بالظبط كده. وكنا زي ما بنقول تملي الصحه او الانفاق على الصحه بيوفر، ايوه مش بيكلف. صح. يعني قصد حضرتك الانفاق على الوقايه، على الوقايه. طبعا. فالسمنه المفرطه دي مرض مستقل بذاته؟ لا، ده مرض مع مرتبط بيه أمراض كتيرة مصاحبة، أمراض السكر من النوع الثاني، أمراض ضغط الدم المرتفع، تصلب الشرايين، المشاكل المفاصل، مشاكل الجهاز التنفسي، كل الأمراض المصاحبة لمرض السمنة المفرطة، وأهمهم مرض السكر من النوع الثاني اللي بيعمل كل المشاكل اللي الناس كلها عارفة منه. فالحقيقة يعني احنا مش جراحة تجميل خالص. مرض السمنة المفرطة مرض من أخطر أمراض، احنا عايزين نقول دلوقتي إنه علمياً من تاني واحد بعد الأمراض السرطان المسؤول عن الوفيات في كثير من الدول. فإحنا كمان بنتكلم على مرض يمكن دلوقتي التعامل معاه وعلاجه، وبالتالي مش علاج مرض واحد، علاج مجموعة من الأمراض. كتير قوي من الأمراض المصاحبة لمرض السمنة المفرطة بتؤدي لأزمات القلبية ومشاكل الكلى ومشاكل الفشل الكبدي والكلام ده كله. الحقيقة نظرة الدولة اتغيرت. يمكن احنا دلوقتي، يمكن حضرتك تروح عبلك مجلس الشعب، انا سمعت كمان ان هو بنتكلم على خطة انها تبتدي جراحات السمنة المفرطة تخش تحت بند قرارات العلاج على نفقة الدولة والكلام ده كله. احنا اوريدي طبعا بالفعل بنقوم بده في القصر العيني. يمكن احنا عندنا جراحات سمنة مفرطة في القصر العيني، وحدات متخصصة تعتبر من اكتر. ايه ده، الله، ده خبر حلو جدا. طبعا ده يعني اساتذتي رؤساء جراحات اقسام جراحات السمنة المفرطة بتتعمل بشكل مجاني تقريبا، بشكل مجاني او يمكن مساهمة، عشان نكون دقيقين وللأمانة مساهمة رمزية جدا من بعض المرضى بشكل تبرعات بتجيلنا، ونقدر نقدم الخدمة دي ونخدم مرضى كتير قوي ما يقدروش يعملوا جراحات السمنة المفرطة دي على حسب الشخص، لأنها مكلفة جدا الحقيقة. يعني جراحات السمنة المفرطة يعني حضراتكم بتقولوا لنا النهاردة إنه الطب بكل فروعه وتخصصاته وليس رفاهية مطلوبة يعني، أيوة، لكنه مش ملجأ أخير. لا خالص خالص. وده بقى يخليني أسأل، بما إنه ملجأ أول، أنا نفسي حضرتك تقوليلنا أو قوليلنا إيه شكل، واحدة واحدة كده، يعني إيه الشكل التخفيف على المنظومة الاقتصادية في مصر لو عملنا
منظومة أو الاهتمام أو لو بقى الطب في مكانته الحقيقية من الوقاية؟ عارفة أنه حضرتك مهتمة مثلا من 5 سنين أولى في عمر الطفل، يوفروا قد إيه على الدولة بالأرقام كده؟ كل دولار بيتصرف في الطفولة المبكرة اللي هي أول 6 سنين بيوفر 151 دولار عند سن 6 سنين. عند سن 6 سنين يا الله. ما قلناش كل الحاجات اللي الدكتور بيقول عليها، لأن الأمراض غير السائلة اللي كلها بتقل لو اهتمينا بالطفولة المبكرة، وده شيء تاني. وما قلناش على دولار بيوفر 151 دولار، دي نسبة مرعبة. 35 صحة، 45 تعليم، 58 تنظيم أسرة، 15 خدمات اجتماعية. أقول لك إنه إن الوفر ده كله شيء، والكواليتي اللي هي كفاءة بقى الطفل لما يبقى 6 سنين وينطلق في حياته، ده شيء تاني خالص. الحقيقة إحنا في مصر بيعوزنا تخطيط الخدمات الصحية بما يوفر على الدولة مصاريف العلاج للأمراض اللي إحنا بنجيبها لنفسنا بعدم الوقاية. يعني الدولة بتصرخ من عدد الناس اللي بيستغيثوا بيها، بس هي في نفس الوقت تقدر تحافظ على أو تمنعه من أيوة الأرض. العالم بيقول الاستثمار في الطفولة المبكرة أكبر مشروع استثماري في العالم، والدول كلها المتقدمة بدأت تستثمر في الأمراض الوقائية في الطفولة المبكرة. إحنا في مصر الحقيقة لو بصينا لميزانية الصحة هنلاقيها بتصرف في علاج أمراض وعلاج مضاعفات أمراض وعلاج وعلاج وتطبيقات إحنا اللي بنجيبها وبندوخ في علاجها. طيب لو إحنا بقى اهتمينا بثلاث حاجات، نظام صحة منضبط زي العالم، إحنا مش هنخترع العجلة زي ما العالم كله بيقول، تدريب أطباء على أعلى مستوى ومرتبات أطباء. أيوة. أنا عارفة حضرتك ممكن تتحرجي تقولي لا لا خالص، نقولها جدا دي مهمة جدا. لأنه الدكتور عشان يدي لازم يبقى راضي. طب فتدريب وتوفير كنت هقولها اللي هي بيئة العمل المناسبة اللي تخلي الدكتور محترم في مكانه ولا يعتدى عليه بالزبط. وحاسس أنه هو إنسان بيؤدي وظيفة وبيقدر عليها وبياخد حقه في التدريب من يوم ما يتخرج من الكلية. بيئة العمل بيئة الصحية يبقى دكتور قبل ما يقدم بالزبط مع الاهتمام الشديد بحوكمة الطب. الحقيقة إحنا ما حدش بيحاسب هو بيعمل إيه إلا لو الأهل اشتكوا. الحساب لازم يكون من جوه، من جوه النظام، جزء أساسي من النظام. حوكمة الطب جزء أساسي من النظام. يعني تقصدي الرقابة على الممارسات الطبية السلبية. أيوة. كمان حضرتك إن الدكتور يكتب اللي عمله صح في الملف ومنتهى الضمير، إن الممرضة تكتب اللي بتعمله صح في الملف، إن يبقى في هيئة في كل مستشفى اسمها الرقابة بيشوفوا اللي بيحصل ويقننوه، ويبقى كله ده مرتبط ببعضه يمكن. ايوه لا في نقطه مهمه جدا، ان انا بعمل ده يبقى كل الفريق الطبي فاهم ان انا ما بعملش ده عشان اعاقب حد. انا بعمل ده علشان اشوف السيستم بتاعي قد ايه ناجح وقد ايه في نقط ممكن اصلحها واغيرها. فالمواطن الطبيب او العضو الهيئه الطبيه لما بيبقى عارف ان السيستم ده معمول عشان كده، هو نفسه بيبلغ لما تحصل حاجه مش سليمه علشان ناخد اكشن فيها. الانجليز بيقول لك عشان نوت تتهبن اجين، عشان ما تحصلش تاني بالزبط. عشان الدكتور عشان طبيب يعني مريض ما يتعرضش لهذا الخطر تاني. ولما بحمي المريض انا كمان بحمي الدكتور بشكل غير مباشر. بالزبط. انا هروح فاصل وهرجع اسال حضرتك عن السؤال الصعب اللي انا عارفه انه، بس ما فيش حرج يعني احنا بنتحرج نقوله، هو احنا بنزهق الاطباء؟ هو مصر طارده للاطباء الشاطرين؟ بس في شاطرين كتير هم معانا يعني، فازاي الموجودين يقولوا لنا روشته الحفاظ على كفاءات ومهارات طبيه في حين احنا بنعاني من نقص الاطباء؟ يعني ده سؤال مهم جدا ومشروع. بعد الفاصل نرجع نكمل الكلام.
ما زلنا بنتكلم عن يوم الطبيب المصري، وكان عندنا سؤال قبل الفاصل اللي سألناه الدكتور هاني عن هجرة الأطباء. أو إحنا كل سنة، ودي حقيقة، إنه بنفقد كوادر حقيقية سواء بالسفر أو بالعزوف عن دراسة الطب أصلاً، وحسب آخر تصريح لدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة اللي قاله النهاردة في يوم الطبيب المصري، اللي بيتكلم فيه عن الفكرة دي، إنه بعد كام سنة كده هنلاقي إنه في عزوف عن المهنة. العزوف ده ممكن يكون إنه ناس أقل بتقبل على دراستها وإحنا عندنا احتياجات كبيرة، أو إنه يكون ولادنا اللي بيدرسوا في جامعاتنا المصرية واللي بتستثمر فيهم الدولة المصرية مش بيلاقوا الفرصة الحقيقية في مصر، بالتالي بيهاجروا ويسيبونا. الى اي مدى الكلام ده انا بقول كلام صح ولا انا ببوظ الكلام؟ صح، بس احنا يعني برضو في نفس الوقت مش عايزين ننقل الصوره بصوره ظلاميه شويه للناس. سفر الاطباء مش وحش من كل الجوانب، لازم الكلام ده يبقى واضح. ومن ما نخوفش الناس من الموضوع ده. لا، سفر الاطباء المصريين اللي هم الدوله صرفت عليهم واهليهم صرفوا عليهم في تدريبهم ده شيء ايجابي لما يكون في حدود، ولما الأطباء دول كمان يرجعوا البلد ويشتغلوا في البلد، ده بينقل الخدمة الطبية والخدمة الصحية في حتة تانية خالص، وبيحسنها كده. وعندنا أمثلة كتيرة، مش عايزين نذكر أسماء دول بعينها، عملت كده، وعملت كده على مستوى أقل كمان. ممكن بيبعتوا أولادهم يدرسوا الطب في دول أوروبية وأمريكية وبعد كده يرجعوا يشتغلوا. دي بعثات، او دي احنا بنروح ناخد خبره وعلم ونرجع تاني. نرجع تاني، فده مش يعني مش مطلق ان هو حاجه وحشه. يعني حضرتك تقصد ان الزاويه الايجابيه هو انه التعرض للخبرات دي مهم لينا لما جداً بنرجع. جدا جدا. طب لما ما بنرجعش بقى؟ لما ما بنرجعش، هي دي مشكله. لما ما بنرجعش، هل البيئه في مصر طارده للاطباء؟ برضو مش هنعمم الكلام. هي ممكن ما تكونش جاذبه للاطباء وطارده الى حد ما. ليه؟ لان الاهتمام بالطبيب ده مش ليه جوانب متعدده جدا ومعقد جدا. وعلى فكره مش في مصر بس موضوع ان مهنه الطب ما بقتش مهنه جاذبه قوي. الكلام ده في دول كتيره جدا، في اوروبا وفي انجلترا، ان مهنه الطب مهنه قاسيه. زي في مهن كتيره، كل مهن قاسيه، ولكن يمكن مهنه الطب ليها خصوصيه وليها جوانب كتيره، ان انت في جزء من تعليمي قاسي جدا، جزء في المهنه قاسي جدا. فهو في كل الدول المهنة الطب ما بقتش جاذبة، ولكن المهنة الطب ليها جوانب كتير قوي، جزء تدريبي وجزء مادي. ده تحقيق الاثنين دول صعب في كتير من الدول. انت تحقق هذا التوازن صعب. تدريب الأطباء محتاج نظام يشمل الدولة كلها، وخصوصا زي ما تكون دوله زي مصر فيها انظمه صحيه مختلفه، في نظام الجامعه، في نظام وزاره الصحه، في انظمه الاساسه العلاجيه، الامانه الطبيه، في انظمه كتيره لتدريب الاطباء. مفيش يمكن في مصر تعاون كبير بين الانظمه دي، فبيخلي الطبيب وخصوصا الطبيب الصغير في السن يتوه بين الانظمه دي، ما ياخدش تدريب زي ما هو يتمنى. ولا وده سؤالي لحضرتك والدكتور عبلة، ولا كل بحسب مدرسته العلميه؟ يعني انا اقصد انه طبيب كليه الطب القصر العيني معروف قامته وقيمته ومستواه. ده مش المفروض يحصل بقى دينا. المفروض يبقى كله شبه طبعًا بعض. طبعا. والفروق تبقى بسيطه جدا، لان انت الهدف ان انت تقدم خدمه طبيه لشعب بقى، لشعب بقى دوله. بالزبط. الشعب ده ما بيهموش انت رحت لمين، دكتور مين، انت محتاج تقدم خدمه طبيه اعلى من المتوسطه للشعب عامه. في منظومه التامين الصحي ممكن تحل ده؟ ده اللي يمكن تقولها عبلة. انا هسيبها كده ضعف الموضوع ده عشان ده تخصصها، منظومه التامين الصحي من الناحيه الحكوميه. ولكن انا عايز اتكلم تاني على شباب الاطباء. فهو في جزء من الضغط على شباب الاطباء ان التدريب مش جيد زي ما يتمنوا. على فكره انا مش عشان عددنا مش كتير، صح؟ عددنا كبير والامكانيات الماديه عشان حتى تدريب الاطباء ده محتاج امكانيات ماديه. مش بس ندفع للاطباء مرتبات تسمح لهم بالعيش الكريم، لا، احنا بنتكلم حتى التدريب الاطباء ده مكلف. فده برضو شيء من الضغط. حضرتك تقصد التدريب اثناء الفتره التعليميه ولا ما بعد ذلك؟ يعني في كل المراحل، في تدريب وهو طالب، وفي تدريب بعد ما يتخرج. احنا عشان الطبيب يوصل لمرحله ان هو يمارس بطريقه مستقله ده بياخد سنوات كتيره، وبتفضلوا تتعلموا طول العمر. نتعلم ده شيء مكلف جدا ومحتاج
نظام في الدوله. يمكن من الدول الناجحه قوي في الانظمه دي دول زي انجلترا او امريكا، لها بتحط نظام شامل كامل لرعايه الطبيب في كل مراحله، من ساعه ما هو طالب التدريب بيبتدي بدري جدا وهو طالب في كليه الطب وهو طبيب صغير، وبعد كده على مدى متخصصاته المختلفه. فجزء من الضغط التدريب غير الجيد، التدريب اللي هو مش كامل زي ما طالب الطب او الطبيب الصغير بيتمناه، والضغط المادي طبعا. زائد ظروف العمل يمكن في مصر، وبرضه هسيب دكتور عبد كده في الموضوع ده، اللي هي الظروف الامنه ويكون امن. وده سؤال مهم يمكن يعني مش متحقق بدرجه كبيره في مصر، يمكن ده من القضايا الشائكه شويه واللي ظهرت ايام العصيبه اللي مرت بيها مصر وايام الكورونا. دي حقيقي. وده سؤال اقصد ما ينفعش نبقى بنكرم الطبيب وبنديله احترامه وتقديره وهو فعلا بيشتغل وهو خايف ومهدد. حضرتك اتكلمتي عن حاجه مهمه جدا وهي الرقابه على الممارسه الطبيه. مين بقى اللي يعمل الرقابه؟ اهل المريض اللي يروحوا يزعقوا له؟ ولا الناس اللي تكسر عليه الطوارئ وتتخانق؟ مين اللي يعمل الرقابه؟ بصي يا دينا، هو النظام الصحي الياته معروفه ومين بيعمل ايه فيري واضحه جدا للجميع. احنا للاسف بناخد جزئيات من الكل، وبالتالي الدنيا مش مظبوطه. فأي نظام صحي بيكون الرقابة من جوه النظام الصحي نفسه، بيعمل رقابة على حوكمة النظام الصحي عشان النظام الصحي نفسه يحس إن هو اللي بيعمله ده هو كم نسبة نجاحه والفشل اللي فيه سببه إيه وأعالجه إزاي، وتفضل الحكاية مستمرة. وزي ما دكتور بيقول، إحنا مشكلتنا ليه وظيفة الطب بقت مش مرغوبة قوي على دول العالم كلها، مش عندنا، لأننا بندرس طول عمرنا. مطلوب إنك تفضل طول عمرك تذاكر، لأن الطب متغير كل يوم، سنة لسنة لسنة لسنة، والعلم بقى مش ممكن. فالناس اللي هي عايزة تتعلم وبعدين تعيش حياتها بقى وتعمل كاريرها وتنجح وتكسب كتير وكده، مش الطب المغري. لا الطب مش مغري. لا النقطة التانية إنه في كل بلاد العالم مهما تنوعت من هم يقوموا بالخدمة الصحية ليهم مظلة تضمهم، زي المكتب زي المجلس الصحي الإنجليزي، المجلس الصحي الأردني، المجلس الصحي السعودي. طيب وزارة احنا حاليا الصحة بقى المصرية. الحمد لله عملنا قرار المجلس الصحي المصري. حلوة. في في في, في الدورة دي في المجلس، والحقيقة أنا سعيدة جدا. دي واحدة من إنجازات المجلس فعلا، رغم ان لسه الناس مش فاهماه ولسه بتعترض عليه ولسه التفاؤل بيه مش عالي قوي. طب ما تدينا كده عناوين رئيسيه بالزبط. ايه مميزات القانون ده؟ لانه انا عارفه انه ناس برضو كتير لان لسه ما فهمناش تفاصيله. صحيح. شايفين انه مجحف احيانا. صحيح. بصي، الميزه فيه ثلاث حاجات. اول حاجه ان احنا اكدنا ان كل من تخرجوا من كل الجامعات المصريه والاجنبيه اللي عايز يمارس الطب في مصر ايا كان المكان اللي اتخرج فيه، هيجي ويعمل بعد فتره الامتياز امتحان مزاوله مهنه موحد. الله، اخيرا. ده اللي حضرتك بتقوله، انه يبقى الكود واحد ومستوى الدكاتره تقريبا واحد. فهو عمل امتحان سين بقى، هو هيبقى دكتور جامعه، هيبقى دكتور صحه، هيبقى دكتور في الجيش، هيبقى دكتور في الشرطه، هو هيعمل امتحان مزاوله المهنه. وبعدين كل من تخرج في كليه الطب في مصر وعايز يعيش في مصر ويتعلم في مصر هيخش نظام تدريبي اسمه البورد المصري. البورد المصري ده هيبقى مدته 5 سنين، وهو طول ما هو في ال5 سنين ده هو بيتعلم تحت رقابه وبيشتغل. ايوه، بس مش مسموح له ان هو يمارس من غير سوبرفيجن، من غير اشراف. ليه؟ لانه الطب مرحلي، فهو بيتعلم الاساسيات الاول على مستوى الطبيب المقيم عنده اشراف. ده طبيعي، هو في اي دكتور بيبتدي يمارس لوحده؟ لا، احنا كنا بنوديهم الوحدات الصحيه اللي في كل دول اللي كل المحافظات بيشتغلوا لوحدهم، ما لهمش اشراف. كل واحد بيعمل اللي هو عايزه في اولاد الناس. لا، احنا كنا حته ان الدكتور ما يسمحلوش بالممارسه الا لما يتمرن، دي حاجه جديده. ده انجاز حلو. ده اول حاجه، لغايه ما يخلص ال5 سنين ده يعوض نقص التدريب يمكن احيانا. هو ده التدريب. بعد ال5 سنين هو مش هيتمرن بس، هو هياخد شهاده بورد مصري، وباذن الله يكون معتمده من هيئات عليا اجنبيه تحترم هذه الشهاده، وبتبقى مماثله لشهادتهم. حلو، ما يحتاجش الطبيب لمعادلتها لما يسافر. بالظبط. دكتور، لو حضرتك الثلاث نقط دول يحصلوا
دول انجاز كبير. انا عارفه ان في تفاصيل اكتر. انا عايزه اقول لك نقطتين بس مهمين جدا، ان عشان نعمل ده لازم الحاجه اللي الدكتور كان بيقولها اللي هو بروتوكول العلاج الموحد. مفيش بلد فيها مستشفى الشرطه لها بروتوكول ومستشفى اللي مش عارفه ايه لها بروتوكول، في ناشونال بروتوكول واحنا بناخده ممكن نعمل له ادابتيشن بسيطه. بس في القاعده احنا كلنا مرتاحين تحت مظله طالعه من وزاره الصحه او من البورد. واعتقد انه منظومه التامين الصحي ممكن تبقى المفتاح حلو لفكره البروتوكول الموحد والسيستم اللي كلنا شايفين بعض فيه. هو التامين الصحي هيعمل خدمات صحيه على ثلاث مستويات اللي احنا كنا بنتمناها اللي ما كانتش موجوده برضو في مصر. قسمت الطب لمستوى اول ومستوى ثاني ومستوى ثالث، وعمليه الاحاله ما بين الثلاث مستويات هتتم عن طريق الطبيب مش عن طريق المريض. يعني انا ما اقدرش اخد بنتي واروح على مستشفى واقول لهم اكشفوا لي عليها، لان بنتي دي لازم تروح الوحده الصحيه اللي هي تبع البيت. بس المشكله دي هتزود الطوابير يعني يا دكتور. بالعكس بالعكس. ليه بقى؟ لانه المفروض انه معمول ان كل وحده صحيه مربوط عليها 25,000 اسره بس وفيها عدد كبير من الاطباء، وبالتالي فهو انا كدكتور عندي ملفات معينه دول اللي انا مسؤول عليها. وده النظام اللي موجود في انجلترا. بعد كده لو انا كدكتور شفت ان الرعايه في الصحه في المراكز الصحيه الاوليه غير كافيه، وان الطفل ده او الراجل ده او الست دي محتاجين رعايه على مستوى تاني، انا بكتب جواب وبحوله. بتاع مستوى تاني لو عنده اي مشكله عايز مستوى اعلى هيحول لمستوى تالت، وكل دول بيبعتوا جوابات يقولوا ان للدكتور اللي هو مسؤول عن الاسره دي ان العيان ده اتعامل معاه 1 2 3. وكل دول شايفين التاريخ الورقي. ايوه وده كله كمان في الدوله. احلام يا جماعه، بيقول احلام بس هي قربت. عارفه اصعب حاجه يا دكتوره دينا في الموضوع ده ايه بقى؟ الدكتور انه يتدرب على هذا النظام. ايوه نبقى عندنا عشان هو مش انه يقبل. انا كنت خايفه حضرتك تقولي انه يقبل. لا يتدرب، روح هو هيقبل. روح النظام ده كله قايمه على كور الموضوع ده كله قايم على الطبيب. فانت محتاج طبيب بقى، طبيب مدرب على هذا. على فكره اصعب حاجه تدريب الطبيب. يعني دي صعبه جدا ومكلفه جدا، لان انت الناس فاهمه ان الطبيب ده بيطلع دكتور شاطر ان هو عشان انا فاهمه ان الطبيب ده راجل ملتزم وبيسمع الكلام وديسيبليند يعني بيذاكر كويس فيطلع دكتور شاطر. لا 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 خالص. التدريب اهم من المذاكره. التدريب انا بقول لك المهاري مش التدريب اي تدريب. المهاري اللي كمان اللي كمان دكتور عبله بتقوله واللي واضح انه قرب قوي، ده تدريب اداري، ده منظومه صحيه طبعا تدار بطريقه أيوة اداريه. انا بقى بذكر المنظومه خايفه الوقت يسرقني من غير ما اسال على السؤال اللي انا بغير وبتغاظ وبحس ان انا كده اشمعنى مش بيحصل في مصر. السياحه العلاجيه. احنا دايما نقعد نفتخر كده ونقول احنا عندنا اشطر دكاتره في مصر. هو لازم الشاطرين دول يسافروا؟ طب ما الناس تجي لنا ولايقه قوي على جراحات تجميل السمنه الحاجات. انا هقول حضرتك تفاصيلها بقى. ايه اللي ناقصنا؟ لا طبعا احنا يعني احنا بالنسبه للكوادر الطبيه او الجراحيه وخصوصا في جراحات معينه في مصر احنا متقدمين فيها جدا، وانا مش هيكون بزايد او يعني بفاخر بمصر. احنا في تخصصات عندنا متفوقين فيها على دول كتيره جدا حوالينا في المنطقه بل ودول اوروبيه وامريكيه. احنا عندنا مرضى اجانب كتير جدا بييجوا يعملوا عندنا جراحات تجميل وجراحات سمنه مفرطه عشان احنا عندنا جوده جراحيه و مهارات جراحيه في اجراء ازياء بطريقه امنه جدا جدا. وعايز اقول انها احيانا اسعارنا اكيد بالنسبه لهم افضل. اسعارنا طبعا لا مقارنه. وبمهارات جراحيه وبجوده وامان تفوق مراكز جراحات مماثله في دول اوروبيه وامريكيه، وانا الكلام ده واضح ومسؤول عنه تماما. مشكلتنا بس في النظام. السياحه العلاجيه ما ينفعش يبقى نظام فردي. احنا بعض هي ده اللي حصل دلوقتي، ده اللي حصل انه الناس بتيجي على سمعه دكتور فلان. مش عايزين نشخص المواضيع. ولكن الحقيقه هي المفروض تبقى نظام دوله. صحيح. انا برضو مش عايز اقول صحيح اسماء دول معينه في المنطقه، ولكن الدول دي لما كلنا عارفينها. طيب يعني اصل ايه المشكله؟ لبنان مشهوره بحاجات، تركيا مشهوره بحاجات. بالظبط. احنا عايزين مصر تبقى مشهوره بحاجات. بوردز و مؤسسات معينه في الحكومه مسؤوله عن السياحه العلاجيه، هي وظيفتها كده. بتدي لايسنس ورخص للمراكز والمستشفيات اللي بتقدم سيرفيس للاجانب.
ويبقى عليها رقابة مخصوصة بنوع معين. أوكي. وتديها درجات. ده نظام دولة مش نظام فرد. احنا اللي بتعمل دلوقتي هنا في مصر نظام فرد اللي هو يعني ناجح على قد ما نقدر بالظبط، كل دكتور بيسوق لنفسه وده كمان مش كافي. هل احنا عندنا حاجة تنقصنا كدكاترة ان احنا نعمل الكلام ده؟ لا تماما. يعني انا برضو عايزة الناس تبقى حضرانة، يعني احنا يا جماعة نقصد انه احنا نقول للسائح تعالى مصر تفسح يومين، كل الامكانيات عزيزة، وزور معالم تاريخية يومين، وروح البحر يومين، وروح اعمل عملية في يوم وارجع وسافر. طبعا مظبوط كده؟ ده دي مش محتاجة على فكرة يا دينا انك تقولي انت اعملي الخدمة صح وسمعتها هتطلع. يعني هيباتيتس سي كبد الوبائي سي الناس بتيجي تتعالج في مصر صح دي. لانه الخدمه اتعملت مظبوط، الخدمه كويسه طبعا. والسعر وعلى فكره هو ما حدش والناس مش غايب عنها جمال مصر ومتعتها في انها تيجي وتعيش. انا اعرف ناس كتير من دول عربيه من معارفي ومن اصحابي بيجوا يعملوا عمليات هنا وبيجوا ياخدوا الخدمه هنا. بس انا اعرف ناس اصحابي بيجوا يعملوا اسنانهم هنا ويرجعوا مثلا طبعًا. في ناس من انجلترا بتيجي طبعًا. تعمل اسنانها هنا وتمشي. بس الفكره زي ما دكتور بيقول حاجات فرديه لغايه ما سمعت نظام الطب في مصر تتغير هتبقى سياحة علاجية للبلد، لأنه محدش بيختلف على كفاءة الأطباء المصريين. أنا لسه النهاردة قبل ما جيلي جاي لتليفون من إنجلترا عايزين 30,000 دكتور عندهم يعني دروب رهيب. هقتبس بقى من دكتور هاني، يعني ده حلو بس احنا غيرني بس احنا ما نقدرش نقدر يعني نستغنى عن 30,000 دكتور؟ لا طبعا، وما نقدرش ندعم ده دلوقتي لان احنا عندنا نص دكتور لكل 1,000 مواطن. احنا محتاجين اولادنا وبعدين لو نقدر نعلمهم ونديهم شهاده معترف بيها عالميا، احنا ليه بقى هنوديهم لحد يعلمهم لنا؟ ما احنا هنعلمهم ويخدموا اولادنا ويخدموا بلدنا. يعني احنا في احتياج لده. انا اصدر الـ الدكتور العالم الكبير هيبقى سمعة اكتر للبلد وهيجيب للبلد عمله صعبه اكبر ومش هفقده للعمر لانه هو وصل لكاليبر معين وله بوزيشن وله مكانه. طيب دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.